الناس اللي ما بتحبش السبانخ تتابعنا بقى دلوقتي في صحتك بالدنيا عشان تشوف الفوائد الكبيرة جدا للسبانخ. بتعتبر السبانخ واحدة من أنواع الخضار الورقية الغنية جدا بمواد غذائية، من أهم فوائدها محاربة السرطانات، لأن السبانخ بتحتوي على مضادات قوية جدا للأكسدة زي الفلافونيدز والكاروتينات، ودي مواد بتساعد في محاربة السرطانات وخصوصا سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان الجلد. طيب احنا محتاجين الايام دي جدا جدا تعزيز وظائف المناعة ونقويها علشان الظروف اللي احنا موجودين فيها. من فوائد السبانخ انها بتساعد على تقوية جهاز المناعة عموما، وبتساعد على محاربة الالتهابات والعدوى، طبعا ده علشان احتوائها على الفيتامينات A وC وE، وهي مضادات اكسدة قوية جدا بتحارب الجذور الحرة. طيب الناس اللي عندهم مشكلة في ضغط الدم، السبانخ بتساعد على تنظيم ضغط الدم لأنها بتحتوي على كميات كويسة جدا من البوتاسيوم، وطبعا في بعض البروتينات اللي موجودة فيها بتلعب دور كبير في منع تضيق الشرايين. كمان صحة جهاز الدوران، الناس اللي دايما حاسة بوهن ودوخة، السبانخ ليها فوائد كتير جدا بتعزز صحة القلب والدورة الدموية، وكمان بتخفض الكوليسترول الضار في الجسم LDL باحتوائها بشكل خاص على اللوتين وعلى كميات كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة. طيب الناس اللي بتشتكي من صحة عظمها ان دايما عندها مشاكل في العظام وفي المفاصل، السبانخ بتساعد على مقاومة هشاشة العظام وكمان الوقاية منها، وبتعتبر السبانخ مصدر للكالسيوم والفسفور وفيتامين كي، وكلها عناصر ضرورية جدا لتقوية العظام والحفاظ على كثافتها. دي كانت أبرز فوائد السبانخ، وآخرها معانا علاج فقر الدم. الناس اللي دايما الهيموجلوبين عندها ضعيف، تعتبر السبانخ ممتازة جدا للوقاية من فقر الدم وعلاجه، طبعا ده نظرا لكونها بتعتبر غنية جدا بالحديد والفوليت، الاتنين مهمين جدا جدا لبناء كريات الدم الحمراء. فوائدها محترمة جدا وحلوة جدا جدا. السبانخ قدر المستطاع حاولوا تكتروا منها الأيام دي، لأنها بترفع برضو من وظائف جهاز المناعة.